نعود للحديث حول افتتاح المكب البلدي بوسليم، وينضم الينا مره ثانيه السيد ناصر الكراي. سيد ناصر، اذا كنت بالاستماع هذه المره اهلا وسهلا بك معنا. بدايه كان السؤال نتحدث عن الاغلاق المباشر للمكب في وقت سابق كان بسبب المواطنين القريبين من المكب وما لحقهم من اوبئه وامراض، كيف تتعاملون في هذه النقطه تحديدا الان؟ والله بالنسبه لنا احنا كبلديه طلبنا بتحسين الوضع البيئي في جميع المكبات، سواء مكب بوسليم ولا اسطواني وجميع المكبات. طبعا لان البيئه تعبانه، وكبلدية تعطينا مع الموضوع هذا لما قفل المكب بتاع المرحلي، على قمنا بتوفير فيات نقل وقمنا بنقل القمامة بتاع طائرة المركز مباشرة للمكبات النهائية من خلال تأجير سيارات، وبهذا نستعد الكارثة البيئية داخل بلدية طائرة المركز. طيب الآن ما الذي يمكن أن يتغير على أرض الواقع بالنسبة لهذا الموضوع؟ أي موضوع تكدس القمامة في بعض الشوارع وبعض الأزقة في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن من خلال افتتاح هذا المكب البلدي لأبو سليم؟ احنا طبعا هذه المكب لانه مكب مرحله حيخفف الضغط على البلديات المجاوره، وحيساهم في تراث نقل القمامه اللي هي كانت متراكمه في المرض. زي ما قلت لك احنا كبلديه تعاطينا مع الموضوع هذا ومقدرين الموضوع الموجود في بلديه بوسليم، وقمنا بتوفير فئه نقل ضخمه بايجار عن طريق البلديه، ونقدم القمامه بتاعنا للمكبات النهائيه. طيب ابرز المشاكل التي لربما تواجه الاستمرار في افتتاح مكب ابو سليم في خلال الاوبئه والامراض وما الى ذلك من مشاكل اذا كانت هناك موجوده؟ شوف الامور هي المكبات هذه محتاجه الى اعاده النظر فيها بحيث ان هي تكون مكبات صحيه مرحله صحيه، واللي محتاجه زي ما قلت لك احنا اربع مكبات مرحله متوسطه كبرى، يجب ان احنا ننظر فيها بحيث تكون توفر اشتراطات صحيه، وهي تكون اراده عند الدوله في حل الاشكاليات هذه. والمكب النهائي ايضا في سيدي الساحل يجب حتى واخذ الاعتبار بان الناس قاعده غادي تتوقف عنه. طيب الآن من المسؤول عن كل هذا الحديث الذي تفضلت به سيد ناصر، أي المراقبة والبحث دائما في ملف المكبات إذا صح التعبير؟ يفترض هذه تكون فيها على مستوى محافظة، تكون في محافظة ثابتة على مستوى المحافظة ومستوى البلديات، لكن للأسف أن المحافظة غير موجودة في ثابت، وأيضا دخل اختصاص في القمامة أصلا حد الآن قاعد تقوم بوزارة الحكم المحلي وليس البلدية. طيب أعتقد أن طيب اكتملت الصورة سيد عضو المجلس البلدي طرابلس سيد ناصر الكراي، وكنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.